التقى مفتي الجمهورية شوقي علام مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بمقر انعقاد المؤتمر الإسلامي المنعقد حاليا بمكة المكرمة. يأتي المؤتمر بعنوان التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم، تواصل وتكامل، بمشاركة علماء ومفتين من 85 دولة حول العالم. هذا المؤتمر مهم للغاية ويكتسب أهميته من عدة أمور. الأمر الأول بهذه الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والحقيقة هذا يعطي المؤتمر قوة كبيرة جدا ويعطينا نحن الدفع قدما إلى أن نعي قضايانا جيدا وندرك مدى التحديات التي تواجهنا جميعا كعلماء الأمة. ثم تأتي الأهمية الثانية أيضا من عقده في مكة المكرمة التي هي عزيزة على قلب كل مسلم، وبلا شك أن عقد هذا المؤتمر في مكة المكرمة يعطيه قوة كبيرة للغاية. ولا شك أن هذا المكان سيكون له أثر كبير في وحدة الصف ووحدة الكلمة والعمل الصالح الرشيد الذي سينتج عنه خدمة كبرى للإسلام والمسلمين.